وردني سؤال بيقول هل بقدر أقسم حبة الدواء لنصفين؟ يعني الدكتور كتب لي دواء معين تركيز 100 ميلي جرام، أنا ما لقيت إلا 200، بقدر أشتري الدواء وكل مرة أقسم الحبة نصين أشرب نص الصبح ونص المساء؟ الجواب أغلبية الأدوية مش مسموح إنك تقسمها، إلا لو اشتريت حبة الدواء ولقيتها جاية من المصنع في خط قاسمها نصين أو قاسمها 4/4، فمعناته أنت بتقدر تقسمها. وأشهر مثال اللازكس، اللازكس تيجي الحبة 4/4 فبتقدر تقسمها ما في مشكلة. لو كانت هاي الحبة عبارة عن كوتيد تابلت، مكتوب عليها كوتيد تابلت أو FCT أو أقراص مغلفة، لا يجوز إنك تقسمها، لأنه هاي كل المفعول والفعالية والشطار اللي فيها إنه هي مغلفة. هاي الحبوب محطوطة عشان تطول لما يمتصها الجسم، فيصير مفعولها طويل جدا، عشان هيك بتكون مرة أو مرتين باليوم بس. فانت اذا كسرت الغلاف او هضمت الغلاف بسرعه معناته راح تفيدك ساعه وساعتين وترجع تتوجع. لو كانت برضو حبوب جيلاتينيه او طريه قسمتها نصين نفس المشكله، راح جزء كبير من مفعولها. لو كان مكتوب عليها XR او XL او اي رمز يعني مفعول طويل، فما بصير تقسمها. في فيديو اسمه اختصارات على علب الادويه، راجعه، اول 5-6 رموز هاي معناتها مفعول طويل. هاي الحبوب ممنوع تقسمها نصين. لو كان عبارة عن بودرة أو فوار أو إشي مطحون، صعب إنك تقدر كميته وتعرف قديش النص، برضه لا تقسمها. أي دواء مكتوب عليه ممنوع قسم الحبة أو قطع الحبة إلى نصفين، ممنوع تقسمها بدون ما تفهم. ونصيحة، مهما كنت دقيق في قسم الحبة مستحيل يطلع النص الأول قد الثاني. فلو هي تركيزها 100 ممكن تطلع الأولى 60 والثانية 40، ممكن تطلع الأولى 70 والثانية 30. ففي جهاز صغير أو علبة صغيرة بتنباع في أي صيدلية ومش غالية، حقها دينار أو اثنين، تقطع فيها زي شفرة تكبسها أو بتسكرها، فبتقطع لك الحبة نصين بالضبط، استعملها أحسن لك. ملاحظة ثانية مهمة جدا جدا، لو أنت بتأخذ مثلا 30 حبة بالشهر، لا تجيب 15 حبة من أول الشهر وتكسرهم من أول يوم بالشهر وتصير كل يوم تشرب نص حبة، لأنه خلال 30 يوم معظم هاي الكمية راح تكون تلوثت أو فقدت خصائصها.